طيب، الحديث الذي بعد ذلك في الباب 56 بعد الماء، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. نقض المرأة، أنت عارفين المرأة بتعمل ضفاير، الجدايل يعني، الجدايل، هل تنقضها يعني تفكها ولا تسيبها كما هي إيه؟ ها ملفوفة، هل ماذا تفعل؟ في الباب حديث واحد لعائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، خلاص أهو أيام الحج النهاردة، واحد ذو القعدة، كل عام وأنتم بخير فضل الله، إن شاء الله في حج في السنة دي، بس الحج من داخل بس شبه جزيرة العرب، بس مفيش حج من بره، كل الناس اللي في شبه جزيرة العرب إن شاء الله لهم حج إن شاء الله، وده شيء كويس الحمد لله إن بيت ربنا سبحانه وتعالى يفضل عامر بالذاكرين والطائفين والعاكفين والركع السجود، ونسأل الله أن يعيدنا إليها، اللهم أمين. قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، يبقى قاصدين الحج والعمرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل. طب هو في الحج، معنى كده أنهم يعملوا حج اسمه حج إيه لو عملوا العمرة بس؟ حد يعرف؟ يعملوا العمرة ويتحللوا وبعدين يبدأوا يوم 8 ذي الحجة يلبسوا الإحرام للحج، اسمه حج إيه؟ التمتع، حج إيه؟ التمتع. فالنبي قال لهم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. لولا النبي صلى الله عليه وسلم جاب معاه الذبائح التي سيذبحها كان عمل إيه؟ كان عمل زيهم، كان عمل عمرة وبعدين تمتع إلى العمرة إلى الحج، لأن من تمتع إلى العمرة إلى الحج يبقى عليه أن يذبح إيه؟ فدية، يذبح فدية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كده عمل إيه؟ عمل حج اسمه حج القران، يبقى حجة الوداع، الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة إيه؟ كان نوع الحج إيه؟ قران. طب وإحنا عندنا كم نوع في الحج؟ 3. قلنا التمتع، يعمل عمرة وبعدين يتحلل منها ويعيش حياته عادي، ويجي يوم 8 يبدأ يلبس الإيه؟ يلبس الإحرام، اسمه تمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج لبس الإحرام وما خلعهوش ودخل بالإيه؟ على طول على الحج والعمرة الاثنين مع بعض، وقبل اسمه قران. والحج الثالث اللي هو الإيه؟ الإفراد، وقدر حج بس فقط، رايح حج فقط. طيب تقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة في حجة الوداع، النبي لم يحج إلا حجة واحدة في الإسلام، في الإسلام، لكن قبل الإسلام حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيحج كما حج إبراهيم عليه السلام. حتى القرشيين ما كانوش يطلعوا يقفوا على عرفة، كانوا يقفوا على عرفة يقولوا: نحن أهل بيت الله، وهذه بلاد الحرم، نجلس فين؟ في مكة لأنها بلاد حرم. إنما عرفات في الحل، مش رايحين عرفاتهم، مرضوش يروح عرفات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حج مع مين؟ مع الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الناس زي ما إبراهيم عليه السلام فعل. قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، يعني في آخر ذي القعدة، مستقبلين لهلال ذي الحجة، لخمس بقين من ذي القعدة، يعني 25 26. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، يعني يحرم وينوي. من أحب أن يهل يعني يبدأ الإيه؟ الحج، يبدأ العمرة بالإيه؟ يبدأ نية العمرة، لكن شرط إنه لم يسق الإيه؟ الهدي، لم يسق أمر، من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة، فسخ الحج يعمل تمتع يعني، يخلص وبعدين إيه؟ ينتظر. فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، يبقى معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يتمنى يحج إيه؟ تمتع، لكنه لما أحضر معه الفدية في هذه الحالة قال إيه؟ أنا ما أستطيع سقط الهدي، ما أستطيع أن أفسخ الحج. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ بين الاثنين بيذبحوا،
القارن والمتمتع الاثنين بيذبحوا. القارن بيذبح الهدي هذا اسمه ذبح شكران، شكر ربنا لان الوقت القليل عمل فيه العبادتين، عباده العمره وعباده الايه الحج. طب والمتمتع بيذبح الذبح بتاعه اسمه ايه؟ اسمه ذبح جبران، بيجبر الوقت الذي خرج فيه من النسك وتمتع به بالحياة الدنيا إلى أن عاد مرة أخرى إلى الإيه؟ إلى النسك. فاهم الدين؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لولا أني سقت الهدي لفسخت الحج وأهللت بالعمرة، فأهل بعضهم بالعمرة وأهل بعضهم بالحج، فأما الذين لم يسوقوا الهدي فإنهم فسخوا الحج وأهلوا بالعمرة، فسخوا الحج وأهلوا بالعمرة، وأما الذين ساقوا الهدي فإنهم استمروا على إحرامهم بالحج، لأنه لا يجوز لمن ساق الهدي أن يتحلل حتى ينحر هديه. تقول عائشة وكنت أنا ممن أهل بعمرة، كنت من أنا من الذين لم يسوقوا الهدي ففسخت الحج وأهللت بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، أي فجاء يوم عرفة وأنا كنت ما زلت إيه؟ حائض. الحيض جاءها عند دخول مكة بعد إهلالها بالعمرة واستمر معها إلى يوم عرفة، يعني منعها من أداء مناسك الإيه؟ العمرة، لأن الطواف ينبغي فيه إيه؟ الطهارة. الطواف بتاع العمرة إيه؟ العمرة يعني إحرام طواف وسعي وحلق، مش كده؟ وبين بين السعي والطواف هيروح ايه؟ يشرب من زمزم ويصلي ركعتين، صلي ركعتين خلف المقام ويشرب من زمزم، هذا هو العمرة. لما بيكون العملية بسيطة ممكن في خلال ساعة لربع تكون خلصت العمرة، لما يكون قريب من الكعبة شوية كمان ممكن في نص ساعة، لما تكون زحمة يبقى الله يعينك الله يعينك، يعني ساعتين ثلاثة، يعني ساعتين ثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام لما فعلت لما حصل لها هذا الأمر، ده أمر غصب عنها، أمر رغما عنها، لما دخلت هي وأصبحت حائض وشكت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحيض استمر معها إلى يوم عرفة منعها من أداء المناسك وأفسد عليها عمرتها، قال دعي عنك عمرتك، يدل عليه ظاهر الحديث إنه صلى الله عليه وسلم أمرها بإيه؟ بإلغاء العمرة، بإلغاء العمرة. ليه؟ لعدم تمكنها من أداء مناسكها فألغتها. بس السؤال هنا، هل عليها القضاء؟ عليها القضاء، طالما نوت يبقى عليها الإيه؟ عليها القضاء، عليها القضاء. والذي يؤكد هذا إيه؟ أنها أتت بعمرة منفردة بعد حجها، بعد إيه حجها؟ ولو كانت عمرتها هذه باقية لم تبطل لما احتاجت إلى عمرة أخرى، ما كانتش تحتاج إلا عمرة أخرى. قال وانقضي رأسك، أي واغتسلي للحج، وحلي شعرك عند الغسل، حلي شعرك عند الغسل، وأهلي بحج، أي وحرمي بالحج، وارفعي صوتك ملبية به. تعرفين النساء أصلا يكره لهن رفع الصوت في التلبية، لكن على الأقل في المرة الأولى أمام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعلمهم لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجة، فتقبله مني واجعله خالصا لوجهك الكريم وإني عليه ويسره لي، ثم تبدأ في التلبية. قال ففعلت، هي فعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة، يجوز فيه الحصبة أو الحصبة الاثنين، يعني جاءت هذه الليلة أي ليلة النزول من منى، ليلة النزول من منى، أرسل معي أخي عبد الرحمن بعد ما خلصوا منى، من ثلاثة أيام بيخلصوها خلاص، أرسل معي أخي عبد الرحمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخوه عبد الرحمن خذ عائشة معك، فخرجت إلى التنعيم. ليه التنعيم؟ لأنه أماكن من الحل. أصل مكة على ما أتذكر بقى إذا تذكرت، يعني الحدود بتاعتها 27 26 24، أقرب مكان للحل التنعيم 7 كيلو، أقرب مكان، وده المكان اللي بيروح يحج أو بيعمل عمرة هناك، اللي بيروح يعمل عمرة ويريد أن يكرر العمرات يعمل إيه؟ يقول لك رايح على مسجد مين؟ السيدة عائشة، اللي هو فين؟ في التنعيم.
اللي هو اقرب مكان. مش معقوله تركب تروح 26 كيلو ولا 27 كيلو ولا 24 كيلو. هتروح لفين؟ للاقرب، مش كده؟ اللي هو ايه 7 كيلو ده اقرب مكان، موضع على طريق المدينه على بعد فرسخ من مكه. فاللت بعمره فمكان عمرتي، يعني احرمت من التنعيم بعمره بدلا من العمر التي افسدها الايه؟ الحيض التي عندما دخلت. واحرمت من التنعيم ليه؟ لانه اول الحل. طب هل يتعين ان انت تحرم من التنعيم؟ لا، ممكن تحرم من اي مكان. طب ما عرفات في بعض الناس في وقت اللي بيحج تمتع بيروح يعمل عمره وبعدين يقول لهم تعالوا نعمل لكم تور كده نلف بيكم نوريكم المناسك قبل الايه؟ قبل الحج، مثلا يوم 6 يوم 5 بياخدوهم على عرفات ويطلعوا الناس يتفرجوا على عرفات. ممكن من عرفات يلبس الاحرام وينوي العمره، لانه مكان ايه؟ من الحل، ليس داخل في ايه؟ في حدود الحرم، يجوز له ان ايه؟ ان ينوي. وبيجب الاحرام من الحل من اي جهه او اي موضع إن كان. الحديث بيستفاد منه ايه؟ مشروعيه نقد المراه، يعني فك الضفائر، المراه شعرها عند الغسل يعني حل شعرها. واختلف في ذلك الفقهاء. حنابلة قالوا يجب نقده في الحيض والنفاس دون الجنابة. قالوا المرأة لما تكون حائض أو نفسة عليها أن تفك ضفائرها، لكن الجنابة لا. وهو قول الحسن البصري وطاووس لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة عند غسلها وانقضي رأسك، لكن رأي الجمهور غير ذلك. أخذوا هذا الكلام على الاستحباب، قالوا يستحب للمرأة نقض شعرها ولا يجب، سواء كان الغسل من الحيض والنفاس أو من الجنابة أو من الجنابة. وأتوا بحديث لأم سلمة رضي الله عنها قالت إن امرأة أشد ضفر رأسي أو أنقضه أو أنقضه للجنابة، أفك للجنابة؟ قال لا، قال لا، ولا فرق بين الجنابة والحيض، فلا يجب عليها حله إلا إذا كان عليه طيب. والطيب زمان لما بتقرأ في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم لما مسكته، يعني وضعت عليه مسك السيدة عائشة، كان بيظهر أصفر قبل أن يدخل في الحرام، يظهر لونه أصفر لأنه كان سميك عليه. فلما بتضع المرأة هذه الأشياء على شعرها ربما يكون مانع من وصول الماء، فإذا كان على شعرها شيء مانع من وصول الماء عليها أنها تنقض الإيه؟ تنقض ضفائرها. ليه؟ حتى يصل الماء إلى شؤون الرأس، يعني أصول الإيه؟ الشعر. أيضا استدل الحنابلة على أفضلية التمتع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. الأمر الثالث استدل به الكوفيون على رفض العمرة على إلغائها قبل تمامها والخروج منها إلى الحج، وجواز ذلك للمرأة إذا حاضت قبل الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعي عمرتك. الجمهور قالوا لا، لا يجوز لها ذلك، إنما تردف عليها الحج فتكون قارنة، يعني تظل كما هي وتكون قارنة. وحملوا الحديث على ذلك، حملوا الحديث على إيه؟ على أنها أصبحت كما هي لما حاضت، ظلت على إحرامها حتى جاءت إلى يوم عرفة وكان الدم ما زال ينزل منها، وحملوا أنها إيه؟ أنها تحولت من تمتع إلى قران، إلى قران، سواء هذا أو ذاك، فالأمر متسع من جماهير المسلمين وعلمائهم في هذا الباب.